يلا نروح لأخبارنا السريعة في المحترف، وعندنا خبر طبعا فينيسيوس لاعب ريال مدريد هو الأفضل في دوري الأبطال الحقيقة، وتم اختيار المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا بعد طبعا المساهمة الكبيرة في تتويج الريال للمرة الـ15 في رقم قياسي، وسجل فينيسيوس 6 أهداف بينها واحد في مرمى بروسيا دورتموند في النهائي بعد الفوز يوم السبت اللي فات 2-0. وفينيسيوس قال طبعا انه بيحرز اللقب الثاني في هذه المسابقه الكبيره القاريه الكبيره جدا جدا، انه سعيد باحراز لقب اخر في دوري الابطال مع النادي الملكي، ولا يعني بيختبر الكثير من اللاعبين او لم يحصل الكثير من اللاعبين على هذا الامر. وظهر فينيسيوس الحقيقه 10 مرات مع الفريق الملكي، خاض 901 دقيقه، سجل فيها 6 اهداف مع 5 تمريرات حاسمه، ويمكن قطع مسافه 99.3 كيلومتر بسرعه قصوى 34.7 كيلومتر في الساعه. فينيسيوس سرعه رهيبه، اداء متطور جدا، فينيسيوس يعني بيتقدم وبيتطور بشكل اكثر من رائع مع الريال، وبيحقق ويستحق الحقيقه جائزه افضل لاعب في تشامبيونز ليج. على الجانب الاخر زميله بلينغهام بياخد افضل لاعب شاب في دوري الابطال. اعلن الاتحاد الاوروبي لكره القدم الويفا ان اللاعب وسط ريال مدريد الانجليزي الدولي بلينغهام اختير كافضل لاعب شاب في البطوله في الموسم الاول مع طبعا النادي الملكي، واحرز طبعا الدولي المتميز اول لقب قاري بتغلبه طبعا على فريقه السابق. حضراتكم عارفين طبعا كان بيلعب بلينغهام كان بيلعب في دورتموند وفاز على ناديه السابق، وقال بلينغهام حلمت دوما المشاركه في هذه المباريات، كانت اجمل ليله في حياتي. بلينغهام عنده 20 سنه، يعني هذا اللاعب الرائع اللي ممكن حضرتك تتفرج عليه وتقول ده راجل عنده خبرات، يعني خبرات كثيره جدا جدا في الملاعب، طريقه لعبه فيها نضج كبير جدا جدا، من افضل المواهب على مستوى العالم. 20 سنه، عنده 11 مباراه في دوري الابطال هذا الموسم بواقع 993 دقيقه، سجل فيها 4 اهداف وصنع 5 تمريرات حاسمه، وبلغت نسبه تمريراته او دقه تمريراته لنسبه 90.5%، وقطع مسافة جري 117 كيلومتر. انت بتتكلم تقريبا متوسط جري بلينغهام في المباراة الواحدة هي 11 كيلومتر في المباراة. ريال مدريد بيسيطر طبعا على تشكيلة الموسم بدوري الأبطال، فريق ريال مدريد ويمكن تشكيلة الموسم لبطولة أوروبا بوجود 4 لاعبين من فريق ريال مدريد و4 لاعبين من فريق بروسيا دورتموند قدام حضراتكم طبعا كارفاخال ورودريجا وهاملز وماتسن، وطبعا بلينغهام طبعا على راس وسط الملعب وفينا، وعندنا فودين كمان من المان سيتي، يعني عندنا واحد من المان سيتي وواحد من بايرن ميونخ، هاري كين، وعندنا 4 لعيبه من ريال مدريد، 4 لعيبه من بروسيا دورتموند، وطبعا حارس المرمى كوبل، طبعا حارس مرمى دورتموند باحسن حارس مرمى او التشكيله المثاليه لبطوله اوروبا. الحقيقه كانت بطوله رائعه جدا جدا بنظامها القديم، حضراتكم كمان هنناقش النهارده يمكن النظام الجديد، حضراتكم كنتوا عارفين ان كان في 32 فريق بيشارك في دوري الابطال، ودلوقتي بقوا 36 بشكل مختلف خالص بشكل جديد على دوري الابطال السنه الجايه، هنناقش دوت مع نجمنا النهارده او ضيفنا النهارده احمد مجدي.